بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بالضبط كشخص يركب في سيارة وهذه السيارة ليست تحت كنترله، ليست تحت قيادته، السيارة هي تسير. ما دام الإنسان منتبها يقظا منتظر، إذا السيارة انحرفت هو يلقي نفسه خارج السيارة، فبها بمجرد أن تحصل له غفلة ولو لحظات، السيارة مرة واحدة تأخذ هذا الشخص تلقيه من فوق الجبل، خلص ذهب. النفس هكذا، الإنسان راكب على نفسه، وهذه النفس ليست باختيارك، ليست مربات منفلتة، والشيطان يأخذها يمنة ويسرى. أين تأخذك هذه النفس؟ ما دمت يقظا منتبها أن هناك عدو داخلي، هذا العدو الداخلي يساند العدو الخارجي اسمه الشيطان، وهذا العدو الداخلي اسمه النفس الأمارة بالسوء. ما دمت يقظا منتبها قد لا تتمكن أن تفعل بك شيئا، ولكن إلى متى تبقى يقظا؟ الإنسان ينشغل بزوجته، بتجاراته، بأبنائه، بالقضايا الاجتماعية، بالقضايا القانونية، ينشغل. مرة واحدة فجأة في موقف معين هذه النفس تصرعك، أي صرعة؟ قد تكون الصرعة لا تتمكن أن تقوم منها. أذكر لكم شاهدا، والشواهد كثيرة جدا على أن النفوس عندنا نفوس منفلتة. فكرك تضبطه باختيارك؟ الفكر يأتي؟ لا. كثير من الأمور التي لا نريد أن نفكر فيها نفكر فيها، يعني ماذا؟ يعني شيء رغما عنك. كم يشتكي المؤمنون من شرود الذهن والفكر في حال الصلاة؟ قد تكون شكوى أكثر المؤمنين، أو على الأقل كثير من المؤمنين، لا أقول أكثر المؤمنين، أكثر الناس لا يضبطون أفكارهم، لا يتمكن. هو لا يريد، مؤمن يريد أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى في حال الصلاة، ولكنه لا يتمكن. يعني فكره ليس باختياره، يعني الأفكار التي تأتي لا يتمكن أن يضبطها. أكثر الناس هكذا، لعله أقل من 10% من الناس يضبطون أفكاره، متى ما يريد أن يفكر في شيء يفكر، ومتى ما لا يريد أن يفكر في شيء لا يفكر فيه. هذا هؤلاء قلة من الناس، أكثر الناس لا يضبطون أفكاره، يعني شيء ليس بيده خارج عن اختياره. الأفكار الشيطانية التي لا نرغب أن تدخل إلى أذهاننا، تدخل أم لا تدخل؟ كيف نهذب، نربي، نروض هذه النفس؟ كلمة واحدة، خالف نفسك. على أقل التقادير خالف نفسك عندما تلقيك في المحرمات. إذا ارتكب الإنسان والعياذ بالله تعالى ذنبا يخالف نفسه جزاء لهذا الذنب، هذه النفس أخذتني والعياذ بالله والعياذ بالله إلى ذنب، هذه النفس ارتكبت جريمة، الذي يرتكب جريمة ماذا يصنعون به؟ يجلدونه. الإنسان يجلد نفسه بمخالفتها، بمنعها من رغباتها. أنت ألقيت هذا الشخص في ذنب ولو صغيرا، والعياذ بالله تعالى الذنوب عظيمة حتى الصغائر، الشخص يجلد هذه النفس بترك بعض الرغبات. النفس تقول كل الطعام الفلاني لا أكل،
افعل شيء الفلاني، لا افعل، جلدا للنفس، ضربا للنفس، هذا يهذبها يؤدبها. ضلوا الأعمال ما أكرهت نفسك عليه، العمل الذي النفس لا ترغب فيه وأنت تعمل هذا العمل، بالإضافة إلى أن المفروض عبادة، يعني بالإضافة إلى أنه عبادة، تضعيف للنفس، تسلط على النفس، يعني فيه فائدتان كبيرتان، ثواب الآن نفسك لا ترغب في هذا الشيء، في هذه الصلاة، في هذا الدعاء، في زيارة هذا المريض، في هذا الإنفاق، في هذه الخدمة لهذا المؤمن، نفسك لا ترغب، ليست هناك مشكلة أخرى دينية، لا، نفسك الآن لا ترغب، رغما عن نفسك تصنع هذا الشيء، هذا أفضل الأعمال. أقرأ لكم العبارة، عبارة جميلة، لا تدع النفس وهواها فإن هواها رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها.